الله يرحم. سبت العزا ليه يا مروان؟ مش عايز ولا كلمة. مروان فين نادية؟ البت دي لازم تدفن بالحياة، عايز أشوفها وهي بتموت قدام عيني. سمعني ولا لا؟ خليكي مع الحريم، ممكن حد يوسع حاجة. مروان اوعى عقلك يقول لك انها مرة وتسيبها، لا، البت دي لازم أن تتقطع 100 حتة. وإذا كنت خايف الناس تلومك ولا تقول خطاره من مرة، سيبها لنا وهو يبقى من مرة لمرة. يا نادية كان فين؟ اللي عملتيه في روحك ده مش هيسيبوكي، هيدفنوكي حية يا بنت عبد السلام، هيدفنوكي حية. أعمل إيه؟ أعمل إيه وأروح فين؟ أعمل إيه؟ منك لله يا عمتي، منك لله، منك لله.